السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الصفحة ديالنا. عندنا هاد المرسيدس هادي امال في 6، راه فيها واحد المشكل، الا وهو لا فويت نتاع الزيت. تتلقى لا بواط عاملة بالزيت، انت عندك وعند بالك تقول بلي هذا جوان سبي فولا موتور ما فيهاش تخرخيش، تبدل جوان سبي فولا موتور ولا يعني المشكل ما يتريقلكش، تمشي ترولي تولي عادة لا فويت. المهم الناس اللي راه واقع لهم هذا البروبليم هذا خوتي ما خصك تقلقوا، تبدلوا جوان سبي نتاع الفولا موتور لحقاش راه في خدمه كبيره، ولا فويت ما تجيش من فما. لا فويت تجي من واحد البياسه سميتها الرادياتور دويل، يعني الروفر وادي سور دويل. مرسيدس تقولها الرادياتور دويل، غادي نوريكم فين جايه وفيها خدمه كثيره، غادي نوريكم فين جايه الاخوان. غادي نبدلها وغادي ندير لكم فيديو عليها غادي تشوفوا. يا بسم الله. المهم الاخوان، الرادياتور دويل يعني اللي هو الرفر دي سور دويل جاي هنا لتحت، ما تشوفوش جاي تحت هذا الشيء كامل، خصني نقلع التيربو، خصني نقلع الادميسيون. المهم عندي خدمه، خصني نقلع بزاف ديال البياس، ماشي مشكل. المهم لا فويت تكون هنا لتحت، هنا لتحت لتحت تحت هذا الشيء كامل اللي كتشوف فيه هنايا الفي، هنا الفي هاك وهو راه لداخل راه لتحت. الرفرو دي سور دويل جاي طويل هكا، و لا مالادي ديالهم انه يولي بواحد الجواني فويي، وديك لا فويت تبقى تهود مع لا بونت نتاع الموتور، يعني الحدوره ديال الموتور فين لتحت وتهود في لابواط هكذا وتهود لك. نتايا تقول انه جوان سبي فولا موتور وماشي جوان سبي فولا موتور، هو الرفرو دي سور دويل. غادي نبدلو في هاد السياره هادي وغادي تشوفوا معنا.